بسم الله الرحمن الرحيم. الشعب السوداني العظيم، أخاطبكم اليوم بصفة المواطن السوداني الذي يشفق على بلاده وأهلها. أخاطبكم وبلادنا تواجه خطر التفكك، وأقول إن الرصاصة حين تنفلت من السلاح لن تميز بين المعتدي وغير المعتدي، والضحايا هم السودانيون. رسالتي الأولى للفريق أول عبد الفتاح البرهان وقادة الجيش السوداني، وللفريق أول محمد حمدان دقلو وقادة الدعم السريع، يجب أن يتوقف الرصاص فورا، ويجب أن يحكم صوت العقل، فالخسارة ستكون من نصيب الجميع، ولا يوجد منتصر على جثث شعبه. رسالة الثانية للشعب السوداني بأن يزداد تماسكا، وأن يكون تلاحم مكونات المجتمع وخطاب رفض الاحتراب هو السائد، وأن لا يتم السماح لصوت إزكاء الحرب بالسيطرة. رسالة الثالثة للمجتمع الإقليمي والدولي ومحبي السلام العالمي بأن يقوموا بواجبهم في الحل وتهدئة الأطراف المتقاتلة، فالحرب في السودان تعني الحرب في الإقليم، ولا يزال الحل السلمي ممكنا. حفظ الله السودان وشعب السودان.